هذه هي أسلحة بشار الأسد، هذه هي القنابل العنقودية التي يلقي بها على الشعب السوري الأعزل. هذه القنابل تم إلقاؤها في سهل رنكوس بالقرب من بلدة رنكوس على تجمع سكاني وعلى مواقع للجيش السوري الحر. تم إلقاء أكثر من 30 صاروخ. هذه الصواريخ والقنابل التي تم إحصاؤها حتى الآن، تم إبطالنا بجمعها لنري العالم كاملا ماذا يفعل النظام السوري بطائراته. هذه الصواريخ هي صناعة روسية، هذه قنابل عنقودية، هذه الصواريخ تحمل في داخلها قنابل عنقودية، هذه الصواريخ هي صناعة روسية. هذه هدية لجميع هيئات حقوق الإنسان ولجميع الدول التي تدعي أنها تدافع عن الشعب السوري. هذا الصاروخ لم ينفجر بداخله ولا قنبلة واحدة بفضل من الله عز وجل. هذا الصاروخ كما هو تم إلقاؤه من الطائرة في أراضي بلدة رنكوس. هذه قنابل عنقودية، لا نعلم كم يحتوي هذا الصاروخ، هذه القنبلة، على قنابل صغيرة عنقودية بداخلها ربما تنفجر عند اللمس أو عند الضغط أو عند تعرضها للحرارة أو عند اقتراب أي شخص منه. هذه هي أسلحة بشار الأسد، هذه هي روسيا التي تزود النظام السوري بهذه الأنواع من الأسلحة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.